السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تحضر معنا لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يأتي كل جديد. حديثنا اليوم عن عشبة عظيمة الفائدة وكبيرة النفع، الميرامية، أحد الأعشاب التقليدية المعروفة منذ القدم باستخداماتها العلاجية المختلفة وبرائحتها العطرية الزكية. ما هي فوائد هذه العشبة؟ هذا ما نريد أن نعرفه في هذا الفيديو. شجيرة معمرة ذات الخضرة، ذات نكهة حادة ورائحة عطرية، تتواجد في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا. استخدمت منذ العهد الروماني للعديد من الأغراض الطبية والعلاجية، وحاليا تدخل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية والدوائية، ولها العديد من الفوائد الصحية. ولمن لا يعرف الميرامية، هذه هي الميرامية على هذا الشكل. الفوائد العظيمة للميرامية: زيادة التركيز وتحسين العمليات الذهنية واليقظة والقدرات العقلية وعملية التفكير، تقوية الذاكرة وتعزيز عمل الحواس عند تناولها عن طريق الفم، وتساعد رائحتها في تعزيز اليقظة والإدراك. كما بينت دراسة أجريت على مجموعة من الطلبة، تم إعطائهم جرعات مختلفة من زيت الميرامية قبل اختبارات للأداء المعرفي، حيث أظهرت النتائج زيادة في سرعة استرجاع المعلومات في الاختبارات المتعلقة بالذاكرة، وتحسين عام في اليقظة والإدراك، وتعزيز الحالة المزاجية. ولهذه الصفات أهمية كبرى للباحثين في مجال علاج الزهايمر. أيضا الميرامية مضاد للالتهابات والحساسية. تحتوي الميرامية على مركبات ومواد نشطة مثل سينيريون وغيرها، والتي تعزز فوائد الميرامية في الحالات مثل الوقاية من الالتهابات، مضادة للحساسية وللتهيج، يعني طاردة للطفيليات والفطريات. الميرامية تعزز صحة القلب وخفض الكوليسترول. كيف ذلك؟ تساعد الفلافونيدات المعروفة بالسالفيجينين، تحويها بعض أصناف الميرامية على استرخاء الأوعية الدموية والحماية من أمراض القلب والشرايين. يساعد محتوى الميرامية التحكم بمعدل دقات القلب وضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم. أظهرت نتائج دراسة أجريت على مجموعة من السيدات أن تناول شاي الميرامية 3 مرات يوميا ولمدة شهر أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول السيء ومستويات الدهون الثلاثية، وارتفاع في نسبة الكوليسترول الجيد في الدم HDL، مما قد يجعل للميرامية دور إيجابي في علاج ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. أيضا من فوائد تعزيز صحة الجلد، لأن الميرامية مصدر لفيتامين جي، فهي بذلك تقدم الفوائد الآتية: تساعد في تركيب الكولاجين المهم لتجدد الخلايا وتكوينها وحمايتها من الأكسدة والجذور الحرة. أيضا تساعد في الحفاظ على سلامة الجلد والعظام والأسنان واللثة. من فوائد تعزيز المناعة وتقويتها، لأنها تحتوي على المواد المضادة للالتهاب والعديد من مضادات الأكسدة مثل البيتا كالوتين وفيتامين جي، يجعل لها دور كبير في تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض المعدية والجذور الحرة المسببة للالتهاب في الجسم، والوقاية من السرطانات مثل سرطان الجلد. أيضا الميرامية يساعد في الطمس، والميرامية أيضا لها فوائد للأطفال: تساعد في التخلص من عسر الهضم وتحفيز إنتاج العصارة الصفراوية لدى الأطفال، تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال، تساعد في التخلص من المشكلات المتعلقة بالكبد، تساعد في التخلص من آلام الرأس ونزلات البرد، وأيضا يحسن الذاكرة لدى الأطفال. والميرامية لا تخلو من أضرار وآثار جانبية بحسب ما ذكر منظمة الغذاء والدواء، سواء عن طريق تناولها فمويا أو استخدامها ضمن الكريمات والمستحضرات. من أضرار الجانبية: تأثير الجرعات المرتفعة للمواد الفعالة، يصبح تناول الميرامية غير آمن عند تناولها بجرعة عالية أو لفترة طويلة، لأن مادة الثوجون الموجودة في الميرامية قد تكون سبب في تأثير سام على الجسم إذا تم تناول بكميات كبيرة، ومنها قد يؤدي إلى الضرر بالجهاز العصبي والكبد. أيضا تناول ما يزيد 12 قطرة من زيت الميرامية الأساسي يعد جرعة سامة لحالات المرضية الحساسة.
فإذا يجب أن تكون على حيطة وحذر في استعماله. أيضا يجب أن ينتبه مرضي السكري لأنه قد يكون له تأثير على مستويات السكر في الدم، إذ قد تؤدي إلى خفض مستويات السكر، فيجب أن ينتبه المريض بالسكر لهذا الأمر. وأيضا الحامل والمرضع لا ينصح بتناول المرامية أثناء الحمل بسبب احتواء على مركبات كيميائية مثل الثوجون التي قد تكون ذات تأثيرات سلبية على الحامل وقد تصل خطورة حدوث الإجهاض. أيضا المرأة المرضعة لا ينصح بشربها للمرامية بكميات كبيرة. هذا ما أردنا أن نبينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.